ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا هتكلم على طفل الميزان وازاي نتعامل معاه. انا بتكلم على طفل الميزان اللي هو من اول ما يبدا يفهم الدنيا من هو صغير لحد ما يبقى يدخل على مرحله المراهقه اللي هي مثلا 15 16 سنه. بالنسبه للامهات والابهات دي طفل، يعني لحد 16 سنه ده ممكن يكون طفل بالنسبه له. احنا بالنسبه لنا كأم يعني ابني ده او بنتي لما يبقى لحد 20 سنه بالنسبه لي برضه طفل. عامه خلونا نتكلم على كيفيه التعامل مع طفل اصحاب برج الميزان. اول حاجه ان هم من بدايتهم او من صغرهم بيبقى عايزين التعامل معاهم ان هم كبار، عاملني ان انا عقلي ناضج، ان انا عقلي كبير فاهم واعي، ما تضحكوش عليا لما اجي اسال على اي حاجه جاوبوني، لما اجي اقول ان انا عايز لعبه معينه مش حاضر هنجيبها لك لما تنجح وما تجيش. بتفرق معاهم جدا الحتت دي، بيبقى عايزين ان قلتوا كلمة لازم توفوا بعدكم، انا سألت سؤال جاوبوني اجابة مقنعة ما تضحكوش عليا وتستعيلوني او تستغروني او يعني تخلوني صغير، تعاملوني معاملة ان انا صغير، لا عاملوني ان انا واحد فاهم ان انا ناضج وكبير. كمان تاني حاجة، اصحاب برج الميزان من صغرهم بيميلوا ناحية العنف شوية، يعني لو انت عاملتهم معاملة شوية مش لطيفة او فيها شوية جافة او الكلام ده، كل ده بيأثر فيهم وبيخليهم يبقوا ناس عنيفة او شخصيات عنيفة من صغرهم. ما بالك لما يكبروا؟ الطفل من صغره انتوا بتزرعوا فيه قيم، بتزرعوا فيه حاجات تعليمية في التربية، حاجات تبقى معاملة لطيفة، المعاملة الكويسة، كل ده بيأثر فيه عشان لما يكبر يبقى إنسان محترم أو إنسان يعتمد عليه، مسؤول، كل الحاجات دي. طفل الميزان ممكن تلاقوه يمسك الريموت وما يعملش حساب للناس اللي قاعدة ممكن بتتفرج ويقلب، ده مش عايز ان انت تزعقي وتقولي غلط وتزعيق او ضرب او الكلام ده، كل ده بيزود المشكلة او يزود العنف عند طفل الميزان ويبدأ ان هو يكرر الموضوع ده تاني عشان ينرفز اللي قدامه. او لو انت جيتي زعلتيه في مرة وما عملتولهوش الحاجة اللي هو عايزها فيبدأ يكرر الحاجة دي لانه عرف خلاص ان هو يمسك الريموت يقلب وانت بتتفرجي، فده حاجة بتعصبك، فاذا انا هعملها كل شوية. دي مثال، لكن هو بيمشي على النظام ده طول ما هو صغير لحد ما بيكبر، هو ده النظام اللي بيمشي عليه. عرف ان ده بيضايق، خلاص انا هضايق عشان انت ما عرضتيش تعملي لي الحاجه اللي انا عايزها. ده بيبقى نوع دماغهم من صغرهم، فنحاول ان احنا نفهم ونتكلم دايما بلطف ونتكلم معاهم باسلوب العقلانيه عشان نوعيهم او نفهمهم. ونحاول كمان حاجه تانية، ان طفل الميزان نبعد تماما عن ان احنا يكون في خناقه قدامه او يكون في نقاش ما بين الاب والام بصوت عالي قدامه، ان يكون في زعيق قدامه، انه يشوف خناقه قدامه، كل ده بيأثر في شخصيته ويخليه يبقى عنيف. شخصيه اصحاب برج الميزان من هم اطفال بيبقى او طفل الميزان عامه بيبقى بيتاثروا جدا بالحاجات دي، بيبدا ان هم يقلدوا الصوت العالي، يقلدوا لو في الفاظ، لو في زعيق، لو الاب بيزعق للام ما تزعليش لما الطفل يبدا يزعق لكم، لان دايما بيتاثر وبياخد من الكبير وبيتاثر جدا جدا بالكلام اللي قدامه او الطريقه عامه. كمان طفل برج الميزان ما بيحبش لغه الامر، يعني انا قلت لك تيجي هنا يعني تيجي هنا، الزعيق والامر والكلام ده كله ما بيجيبش معاه تماما، هيهرب منك ويحاول يروح يستخبى ومش هيعمل اللي انت بتقولي عليه برضو، لان هو من النوع اللي هو عنده شخصيه قويه جدا من صغره وعنده قوه الرد، يعني ممكن يرد، وعنده صلابه شخصيه، عنده ذكي جدا جدا جدا، يقدر كده يعمل لك المشاكل، ممكن يرمي لكم دبابيس في الارض، ممكن يرمي الهدوم على الارض، المهم ان هو يعني شوية عنيف او عنيد، خلينا نقول ان هو عنده عند اكتر. فخلونا نتعامل معاه باسلوب الحب، باسلوب الاستلطاف، باسلوب ان احنا بنعامل بني ادم كبير بعقلانية، كل يكون في الموضوع لطيف، ان هو يكون في اقناع، ان انا احاول ان انا اقنعه، الحاجات دي مهمة جدا جدا في تعامل الطفل مع الطفل الميزان. طول ما انت بتتعاملي معاه بالاسلوب ده وطول ما فيش صوت عالي في البيت، وعلى فكره عايزه اقول لكم كمان ان طفل برج الميزان ما بيحبش الصوت العالي،
حتى صوت التلفزيون، حتى صوت هيصة، ما بيحبش الصوت العالي، على الرغم ان هو بيحب، يعني بيحب الحاجة العصبية، او يعني مش عصبية، اللي هو الحاجة اللي فيها صوت عالي او فيها حركة كتير، لكن ما بيحبش يكون صوتها عالي، ما بيحبش الزعيق او الخناق بصوت عالي، بيحب النقاش، الاسلوب الهادي جدا. اصلا برج الميزان في الكبر، يعني هو كبير بيبقى حابب ده، فما بالكم هو طفل صغير. عامه اتعاملوا معاه بالاسلوب ده، هتلاقوا ان انتم بتتعاملوا مع طفل هادي جدا. يعني في كتير بيشتكي من طفل الميزان ان هو شقي جدا، ان هو بيتنرفز، انه عصبي، انه كل ده لانك بتتعاملي معاه باسلوب الامر، باسلوب حاد، باسلوب زعيق، الكلام ده كله، ده كله هيزود العنف عنده اكتر. كمان في لما تيجي تشتري له العاب او هدوم او الكلام ده، حاولي ان انت تحطي رايك، يعني قولي له بص ايه رايك في الطقم ده، ده هيكون على فكره حلو عليك جدا، هيبقى شيك جدا جدا، اللعبه دي هتبقى حلوه جدا، انا هلعب معاك اللعبه دي لو جبتها، تجيبها ولا نعمل ايه؟ تقولي رايك، لكن مش انا هجيب لك اللعبه دي، وفي نفس الوقت ما تخليهوش هو اللي يختار، ان هو اللي عايز ده اختياره لوحده بدون رايك، او ان انت بتفضليه ان هو يختار رايه وما تقوليش رايك، ده بيعوده لما يكبر ان هو حر، وان هو اللي هيعمل اللي في دماغه بدون راي اي حد، وهو مش هيسمع كلامك. لكن كمان في نفس الوقت لما تيجي تجبريه ان انت جبتي الحاجه اللي انت عايزاها وتخليه يلعب بيها مخصوص، يعني بالعافيه، او الطقم لبس شيرت او اي حاجه يلبسها بالعافيه عشان قرارك انت، ده برده هيخليكي لما يكبر مش هيعمل لك اعتبار، ومش هياخد رايك في اي حاجه. لكن قولي له رايك وحاولي تقنعيه، هيحب ده جدا حتى لو ما كانش عاجبه في البدايه، هيتعود ان هو يطلع انه يبقى مامته صديقته وصاحبته، او انا بتكلم الام والاب عامه، لو عملتوا كده هيكون صديق وصاحبكم جدا، وهيبقى في ما بينكم ترابط حلو. وفي نفس الوقت الطفل ده هيبقى كل ما يجي يعمل حاجه هيستاذنكم، مش هيعمل حاجه من دماغه، او هيعند معاكم بمعنى اصح، لانه اتعود ان في حب وفي نقاش ما بينكم. ده حاجه. حاجه تاني برضو، المعامله مع طفل الميزان، عشان يبقى معانا طفل هادي، وطفل يكون بيجي يستاذننا، وطفل كده يكون حلو، ما يكسرش، ما يبهدلش الدنيا. لما تيجي تروقي او توضبوا البيت، خليه يوضب معاكم، خلي فيه روح المشاركه، والاب كمان، يعني كلكم كل اللي موجودين في البيت يقوموا يعملوا نفس الحاجه دي، بحيث ان هو يكبر يبقى عارف في حاجه اسمها مشاركه. خليكم عارفين ان انتم دايما القدوه، وزي ما قلت طفل برج الميزان من النوع اللي بيتاثر بكل حاجه حواليه، بيتاثر بالمعامله بتاعه الاب والام، في مشاركه ما بينهم، هيطلع هو بيشارك وهيطلع انسان هادي جدا، في عنف ما بينهم هيطلع انسان عنيف، لو الاب بيعامل الام بقله احترام، الطفل هيعامل الاب والام بقله احترام، لو في معامله ما بين الاب والام فيها خلاف، فيها خناق، فيها الفاظ، فيها مشاكل، الطفل هيطلع طفل مش سوي، لان طفل الميزان دايما بيطلع يتأثر باللي حواليه، بيتأثر باللي حواليه، يا اما يقدر يرد عليهم ويبقى عنيف وعنيد جدا معاهم، يا اما يعمل لنفسه شخصية ويبعد عنهم تماما ومحدش هيعرف عنه اي حاجة، ويحاول يبقى عامل نفسه بنفسه، وايا كان عامل نفسه بنفسه دي ممكن يضيع نفسه. فعامة نحاول ان احنا نبني شخصية طفلنا على اساس انه لما يكبر يبقى بيريحنا، مش حاجة تتعبنا. كل ما عملت الطفل او طفلك باسلوب احترام، باسلوب لائق، ان انت تعامليه كأنه بني ادم كبير زي ما انت عايزة تتعاملي، او انت عايز تتعامل كأب، فهتلاقوه بيعاملكم بمعاملة رحيمة جدا، بمعاملة حلوة جدا. كمان عاملوا الطفل عايزين تزرعوا فيه الدين، وتزرعوا فيه القيم والمبادئ، خليكم انتم اللي قدوة، يعني عامة الحاجات اللي هي المبادئ والقيم والدين عايزين تخلوها في ابنكم، حاولوا ان انتم تكونوا انتم اللي قدوة، وبعدين تعالوا بصوا على ابنكم او بنتكم دي هتبقى عاملة ازاي، لان الميزان عامة من طفله وهو طفل بيبدأ يبص للي اكبر منه واقرب حد قدامه بيعمل ايه عشان اعمل زيه. كمان طفل برج الميزان خليكم عارفين ان هو شخص مزاجي، يعني شوية هو نشيط جدا، مهايبر جدا، عايز يتفرج على التلفزيون، وعايز يلعب، وعايز يروح النادي، وعايز يعمل حاجات كتير جدا، وفي نفس الوقت او بعدها بشوية تلاقوه عنده كسل، مش عايز يعمل اي حاجة، مش قادر يعمل، لا انا عايز انام، لا انا قاعد كده، فتحسوا ان هو مريض، او يبقى دي حاجة غيظاكم جدا، او هو طفل الميزان كده عنده مزاجية، فانتم عايزين تعالجوا المزاجية اللي عنده، وعايزينه ان هو يبقى منطلق ونشيط،
انتوا اخرج يعني مثلا عايزينه يروح النادي روحوا معاه، فهو يبدأ انه يروح، او احترموا المزاجية اللي عنده دي. زي ما كل برج فيه حاجة، فمش هتعرفوا تغيروا من شخصيته. المزاجية دي حاجة شخصية، في حاجة مش هتضايقكم ولا هتضايقوا، فاحترموا شخصيته واحترموا طبعه. تاني حاجة ان هو دايما طفل الميزان عنده شوية صبر في ان هو يقول قرار، يعني لو قرار يخصه او حاجة هو لسه مش شايفها كبيرة عليه، فبيبدأ ان هو ياخد تفكير وقت في التفكير فيها. انتوا ممكن يضايقكم ان هو بياخد وقت في التفكير، لا بالعكس هو اللي صح، هو انه كطفل ياخد وقت في التفكير او يستنى لما يشوف الكبار هيعملوا ايه اللي هو الاب والام، فدي هتبقى ميزة ان هو يسيبكم انتوا تعملوا، فما تتضايقوش من ده. وارجع واقول ان انتم قدوة للطفل ده، وفي نفس الوقت احترموا شخصيته واحترموا قراراته. كمان طفل الميزان حاولوا على قد ما تقدروا ان انتم الغرفة بتاعته تكون الوان زاهية، الوان فاتحة، ما تبقاش الوان اللي هي الغامقة او الكئيبة، لان دي بتخليه يبقى عنده كآبة او عنده شوية كسل، ما بيبقاش عنده نشاط او حب للحياة او اللعب والكلام ده. كمان حاولوا على قد ما تقدروا كمان في اللبس بتاعه تبقى الالوان اللي هي الفاتحة، الالوان الزاهية، نبعد عن الالوان اللي هي الغامقه او الكلام ده برضو. كمان طفل الميزان عايزين تتعاملوا معاه، اتعاملوا معاه باسلوب اللي هو الوسط، لا ان احنا ندلع ولا ان احنا نشد، يعني نعامل بني ادم كبير بمنطق بالعقل، شويه ندلع شويه نعمل، لما نبقى كلنا بنضحك نضحك عادي، لما نبقى كلنا متضايقين لا مفيش وقت الكلام ده نعمل كذا الاول، لا فخلوا ان انتم بتتعاملوا مع واحد كبير، يعني الدلع هيجيب نتيجة عكسية والشدة هتجيب نتيجة عكسية، فنحاول ان احنا نكون بنتعامل معاه دايما بالوسط، لا نزعق ولا نقول لغة الاوامر ولا الضرب ولا الحاجات دي ولا العنف تماما ولا الدلع خالص، كل دوت هيجيب نتيجة عكسية. اهم حاجة بقى في طفل الميزان اللي الاب والام كتير ممكن يضايقوا طفل الميزان ويطلع انسان مش سوي، طفل الميزان ذكي جدا جدا جدا، عنده قوة رهيبة في عقله ان هو يقدر ينظم نفسه بطريقة ممكن الاب والام ما يقدروش ان هم يعرفوا ان ابنهم ده او بنتهم منظمة كده. هم في الدراسة شاطرين جدا، ممكن يقعدوا طول السنة ما بيذاكروش، لكن يجوا اخر وقت يلموا المنهج كله، وفي نفس الوقت ممكن يبقى مش بيذاكروا قدامكم، لكن هم مخهم نضيف جدا، يعني ممكن سواء درس مثلا اتشرح قدامهم مرة خلاص هو الدرس ده موجود في دماغهم ويعرفوا يحلوا اسئلته، او يبقوا شطار جدا جدا اكتر من طفل تاني ممكن قاعد 24 ساعة عمال بيذاكر. هم دماغهم حلوة جدا، احترموا ده فيهم، احترموا ان هم شاطرين. انتوا ممكن تسندوهم تسألوهم باللغة الحب ان احنا اصدقاء، يلا نذاكر مع بعضينا، تعالى فهمني الدرس دوت، الحاجات دي. لكن ان انت ما بتذاكرش انت هتطلع فاشل، انت يبقى انت اللي بتخلي ابنك او بنتك فاشلين من الطريقة. ارجع واقول لكم في النهاية الموضوع ان انتم قدوة لاولادكم، نبعد عن لغة العنف ونخلينا في الوسطية ونبعد عن الدلع. اتعاملوا كأنكم بتتعاملوا مع واحد كبير زيه زيكم، اتعاملوا زي ما انتم عايزين الطفل ده يعاملكم، انتم عاملوه نفس المعاملة. ابعدوا عن الصوت والحاجات العالية والزعيق والخناق، اي مشاكل ما بين الاب والام او الاهل خلوها بعيد تماما عن طفل الميزان او بنت الميزان. عامة انا مش عايزة اطول عليكم، معتذر جدا ان انا طولت عليكم، بتمنى ان انا اكون فدتكم، بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، بشكركم جدا وسلام.